اهلا وسهلا بحضراتكم مره اعزائي المشاهدين. رجعنا للسبوره بقى او اسمها ايه؟ سبوره شاشه شاشه ماشي انا قديم شويه انا قديم. رجعنا للشاشه مره ثانيه. نبدا بمنتخبنا الوطني ولا منتخب تونس؟ نبدا بمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني نبدا بمنتخبنا الوطني. طبيعي الناس يعني ليله الماتش كل الناس بتفكر في توقعات التشكيل عشان نحسم يعني حته بنسبه 99%. يعني زملائنا في موقع يلا كوره قدروا انهم يتحصلوا على التشكيل اللي هيلعب بيه منتخب مصر بكره ونقدر نتناقش عليه. هو بنسبه كبيره هو ده اللي كيروش اختاره لمباراه بكره. محمد الشناوي في حراسه المرمى عادي جدا. احمد حجازي بيعود لخط دفاع منتخب مصر بعد ما اخذ موافقه طبيه من الجهاز الطبي انه يلعب، وبالتالي الثنائيه بكره احمد حجازي والوينش وثنائيه جيده. ثنائيه جيده جدا. نعم. واحمد فتوح في الباك الشمال، واكرم توفيق بيعود لمركز الباك اليمين. تمام. مره اخرى خط الوسط بيخش ثنائيه النادي الاهلي وهي عمرو السوليه وحمدي فتحي بيكونوا ثنائي في خط الوسط، وقدامهم محمد مجدي قفشه كصانع لعب. حسين فيصل في وجود مجدي قفشه هيتجه للعب في الجهه اليسرى، وزيزو هيلعب في الجهه اليمنى. ونيجي عند المركز اللي محل طبعا جدل كبير في الايام الاخيره، المهاجم الصريح، وهيظل كيروش مقتنع ومؤمن بانه يبدا بمروان حمدي عن انه يبدا بمحمد شريف ويلعب بنفس الاستايل. الفكره طبعا كيروش حر تماما في اختيار اللاعبين واختيار الاسماء اللي تحقق له التارجت. احنا اختلافنا بس في حاجه واحده، ان انت بتلعب بمروان حمدي وبتجبرنا ان احنا نلعب مضطرين على الكرات العرضيه. ليه؟ لان منتخب مصر في الخط الامامي زيزو مش لعيب هيدر، حسين فيصل مش لعيب هيدر، ومجدي قفشه مش لعيب هيدر. فبالتالي احنا واحنا بنهاجم وبالتالي احنا عندنا اتنين وينجات على كل طرف، بنضطر ان احنا نلعب كرات عرضيه كتير. بس المشكله لما هتبان لنا واحنا على البورد دلوقتي لما احمد يرسم تشكيل منتخب تونس هنلاقي ان مروان حمدي لوحده دايما في منطقه الجزاء، وبالتالي لما تلعب كره عرضيه او تلعب كروس لمهاجم واحد قصاد اتليست ثلاث لاعبين من منتخب تونس، هنتكلم على اثنين مساكين واكيد واحد من خط الوسط هيرجع ورا في الكرات العرضيه ويغطي، هيدينا نفس الشكل اللي احنا شفناه في ماتش الجزائر كابتن اسلام في الشوط الاول. احنا كنا فعلا الشوط الاول قدام الجزائر كان يعني واحد من الشوط الاول قدام الجزائر والشوط الاول قدام الاردن كنا دول اسوأ شوطين لينا. ما عندناش اي انياب هجوميه. ليه؟ احنا بنلعب تكتيك غلط، تكتيك لا يناسب الخطه اللي احنا بنلعبها. معلش في حاجه برضو انا عايز اقولها، لانه الهدف اللي احرزه مروان نعم من الاوفر بتاع زيزو نعم ده خيره كلام على كلامك. ليه؟ نعم. لانه هو ايه اللي خلى مروان يروح يجيب الجون؟ ايوه طلوع حسين فيصل او دخول حسين فيصل تقريبا كان حسين فيصل كان مهاجم تاني مع السرد باك الثاني وبالتالي او مع الاستوبر الثاني، وبالتالي خد عينه فخلى مروان يبقى جاي في الفاضي. وزيزو انا بقول لك واحد من افضل الناس اللي بتعمل اوفرات. صحيح هايل صحيح بيعملها وهو واقف في ناحيه اليمين. بيعملها وهو واقف ومن تحت رجله وهو بيجري وبيعملها 10 على 10. وبالتالي ده كلام مظبوط 100% بدليل اللي حصل في الهدف بتاع الاردن. ووضعا في الاعتبار كابتن اسلام برضو بكل امانه يعني نقولها بكل امانه ان الهدف كان فيه نسبه توفيق كتيره، في نسبه توفيق ولكن كتيرة التحرك. انا بتكلم عن التحرك مش مختلف والله، بس نسبه التوفيق كانت عاليه جدا عند مروان. الكره لما نزلت فعلا يعني كانت شبه ان هي نزلت على راسه اكتر ما هو راح لها، وبالتالي انا ما اقدرش يعني اقعد 45 دقيقه مستني التوفيق يساندني عشان اتعادل. كان فعلا محمد الشناوي تصدى الكرتين لمنتخب الاردن انقذوه. لو كانت النتيجه في وجهه نظري راحت ل 2-0 حول نتيجه الماتش بالظبط كنا هنخش في معضله كبيره. فالتوفيق كان الحمد لله مساندنا. فربما كيروش يكون بيقول اوكي انا ابدا بالمهاجم الاقل شويه، عن طبعا اكيد محمد شريف كمهاجم هياخد درجه اعلى من مروان حمدي، وبالتالي لما مروان يهدلي دفاع المنافسين ينزل محمد شريف وهم مهدودين بالظبط فيخلص الماتش. اوكي ده وجهه نظر منطقيه في بعض الاحيان، دي مدرسه كيروش لكن في بعض الاحيان ممكن ما تمشيش الدنيا معاك لان انت
بتلعب ريسك 45 دقيقه الاولى، ما بتلعبش ريسك 45 دقيقه الثانيه، لا انت بتريسك في ال 45 دقيقه. فهو ده بس الاختلاف بس مع كيروش، لكن بخلاف كيروش عايز اقول لك على حاجه هنا كريم برضو قبل بس ما تقول على حاجه، عايز اقول لك على حاجه عند اصدقائنا في يلا كوره كاتبين كاف يعلن حكام بطوله كاس الامم الافريقيه، حكام مصريين في كاس، خمس حكام مصريين في كاس، عشان كان حد فيكم بيسال ما فين الحكام المصريين، ففي خمس حكام مصريين في كاس الامم الافريقيه، امين عمر، كابتن امين عمر حكم للساحه، كابتن محمود البنا حكم للساحه، كابتن محمود عاشور حكم فار، كابتن محمود ابو رجال حكم فيديو مساعد، كابتن احمد حسام طه حكم مساعد، يعني برضو يعني اثنين حكام ساحه، امين عمر، كابتن امين عمر وكابتن محمود البنا. وكابتن عاشور، كويس ان محمود البنا دخل، واحد من افضل الحكام في مصر بصراحه، يستاهل فرصه اكبر يعني بمناسبه يعني ان احنا كنا بنتكلم عن التحكيم احنا مع التحكيم.